جاز هذا اللقاء بافتتاح النسخة الثالثة لمنتدى مدرسة شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت والنسخة الخامسة لمنتدى حوكمة الإنترنت بشمال إفريقيا. ينظم اللقاء تحت عنوان التطور الرقمي الأولويات والفرص بمنطقة شمال إفريقيا، ويشارك فيه أعضاء المجتمع المتعدد المصالح في منطقة شمال إفريقيا ذوي الاهتمام بقضايا حوكمة الإنترنت، وبالنقاش حول ما تواجه منطقة شمال إفريقيا من تحديات مرتبطة بمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي. إيمانا منا بأن تزايد الربط بالإنترنت بين الأفراد والأجهزة والأماكن والأشياء يمثل رفعة أساسية لتنمية المجتمعات، فإن سياستنا الرقمية تسعى إلى تذمين الموقع الجغرافي لبلادنا بوصفها نقطة وصل بين العالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا الإطار تهدف توجيهاتنا الاستراتيجية في مجال البنية التحتية الرقمية من بين أمور أخرى إلى جعل موريتانيا خلال السنوات القليلة القادمة قطبا لربط الفضاء الساحلي والصحراوي بالإنترنت، حيث سنسعى لربطه بالإنترنت انطلاقا من الربط الوطني لبلادنا والذي سيشهد نقلة نوعية في الموضوع القريب إن شاء الله. رئيس مجموعة استشاري منتدى حكمة الإنترنت في شمال إفريقيا عبد العزيز الهلالي بيّن من جانبه أن المهمة التي تأسست عليها هيئته هي المساهمة في تنمية حوكمة إنترنت مفتوحة وشاملة في المنطقة، وتعزيز وتنوع مشاركة حكامة إنترنت لكل المعنيين، بالإضافة إلى ضمان سعتها وجودتها وفاعليتها، وذلك من خلال إنشاء فضاء يشجع على التدريب والحوار خاصة بين الأجيال الجديدة المتصلة. وسيكون اللقاء مناسبة لنقاش الموضوعات والاهتمامات المتعلقة بفرص وتحديات الأمن السيبراني وحماية النشاطات والتكنولوجيا الجديدة، خاصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.